نستهل جولتنا عبر أبرز اهتمامات الصحف اليومية الوطنية لنهاية الأسبوع من يومية أخبار اليوم التي تطرقت في مقال بعنوان إغلاق 118 مدرسة بعد إصابة 413 تلميذا و807 أساتذة، إلى كشف وزير التربية الوطني سعيد أمزازي عن إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذ تلميذ على إثر اكتشاف حالات إيجابية بها، حيث مست هذه الحالات 413 تلميذا و807 أساتذة و129 إطارا بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى. وتتركز هذه الإصابات حسب مصدر من الوزارة بمدينتي مراكش والقنيطرة، حيث تعرف الحالة الوبائية تدهورا. إلى يومية المساء التي سلطت الضوء في مقال يحمل عنوان وزارة التعليم تتشبث بموعد الامتحان الجهوي على نفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية ما يروج من أنباء بخصوص الامتحان الجهوي لسنة الأولى باكالوريا. وأكدت الوزارة أن الامتحان سينظم كما كان مقررا له، مضيفة في بلاغ توضيحي بأن بعض الأشخاص عمدوا إلى فبركة بلاغ إخباري وتداول على أنه صادر عن الوزارة من خلال نشر أخبار زائفة تدعي تأجيل الامتحان الجهوي لسنة الأولى باكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. في الشأن السياسي، عرجت يومية الصحراء المغربية في مقال تحت عنوان ندوة افتراضية يتعين على الجزائر أن تطلع بدورها في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. عرجت على تأكيد المشاركين في ندوة افتراضية حول موضوع الصحراء وحقوق الإنسان أنه يتعين على الجزائر أن تطلع بدورها في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمت من طرف الاتحاد الجمعوي لأمريكا اللاتينية أن الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء فحسب، بل هي أصل المشكل في هذا الصراع المفتعل. وفي سياق ذي صلة بالعلاقة المغربية الأمريكية، نقلت يومية الاتحاد الاشتراكي أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية ديفيد فيشر، وذلك في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مقرها قد احتضن أشغال وفعاليات هذا الاجتماع الثنائي الذي حضره كذلك أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا ممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط. وفي موضوع آخر، أوردت يومية لوماتان في مقال عنوانه الأمم المتحدة بوريتا يدعو إلى نظام قرب متعدد الأطراف فعال وحامل للحلول. أوردت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أكد في كلمة له بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف من أجل تعددية الأطراف الذي نظم بتقنية الفيديو على هامش المناقشة رفيعة المستوى للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب اختار تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعددية تضامنية ودامجة وبراغماتية وعملية.